أنا اسمي منى بلغار، والحقيقة أنا اتنين في حياتي بحبهم جدا جدا بعد الله ورسوله، طبعا أمي ومصر. فأنا للأسف الشديد أنا عايشة خارج مصر، عايشة في نيويورك، فسايبة معظم أشعاري هناك للأسف يعني. فأنا من الذاكرة حاولت ان انا يعني ايه اكتب النهارده القصيده دي من دماغي اللي انا فاكراه. دي لامي، بهديها لكل ام، بهديها لكل ام مصريه، إيه ربت شباب وشابات، وانا واحده من الشباب دول كنت طبعا يعني. فنبتدي القصيده. اسمها ياخدوا عمري. بقول ياخدوا مني كل عمري ويرجعوكي يوم يا امي. مركبة الغربة خدتني عن حنانها وبعدتني، نفسي في لمسة إيديها أو حتى في نظرة عينيها، إزاي أرجع زمانها؟ يا خسارة فات أوانها. شلتيني رغم وهنك في حشاك في حضن كبدك، ودقتي مر وضعك، دقتيه عسلك وشهدك، وفضلت أرضع في لبنك مبدول من دم قلبك، وفضلت أكبر في حضنك أشرب من نبع حبك. ومع إنك رحت هناك، لو يوم أحس بألام ألاقيكي جاية في منام، تديني جرعة حنان بعدها أهدى وأنام. بتحسي لسه بيا؟ سبحان من جعلك عطية يا أمي يا أجمل هدية. إلحق يلي عندك أم، اشرب بملو الفم حنان عمرك ما دقته إلا في قلب الأم. إلحق قبل الأذان ما يقدن، فات الأوان.